السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. استمرار الخروقات الحوثية للهدنة، والجيش الوطني يحبط أكثر من 8 محاولات تسلل. مقاومة المحوي تبارك تشكيل المجلس الرئاسي وتدعو إلى عودة مؤسسات الدولة إلى عدن. ميليشيا الإرهاب الحوثية تغلق دار القرآن الكريم في السلفية بمحافظة ريما عقب اقتحامه وحرق مكتبته. أستهل النشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبط الجيش الوطني في أوقات متفرقة من يوم أمس أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا إيران الحوثية في جبهات القتال بمأربة وحجة والحديدة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع لقواتنا في جبهة أمريش ومواقع الفية والشهيد جنوب مأرب وباتجاه مواقع أخرى غرب وشمال غرب مأرب. وأضاف المصدر أن الأبطال كانوا لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها الميليشيا الحوثية لاستهداف مواقع الجيش بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيرة المفخخة. كما أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض غرب حجة، والأخرى باتجاه مواقع القوات في محور حيس تحت تغطية نارية مكثفة. ورصدت قوات الجيش أكثر من 75 خرقا ارتكبتها الميليشيا الإيرانية في مختلف الجبهات، منها 29 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب. شيع أبناء مدينة تعز ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد أحمد مبخوت الراشدي أحد أبطال الجيش الوطني الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والشرف. وقال زملاء الشهيد إنه تم قنصه من قبل قناصة ميليشيا إيران الحوثية إلى مترسه وموقعه في خرق جديد من الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية. وكانت قناصة ميليشيا إيران الحوثية قنصت يوم أمس المواطنة توحيد محمد أحمد الجنيد، والتي ما تزال في العناية المركزة في المستشفى جراء إصابتها الخطيرة. إن اليوم ندفن الشهيد أحمد مبخوت دبوان الراشدي. الشهيد كان له مناقب كبيرة جدا، كان في خدمة الجبهة وفي مقدمتها، حاملا إذا استدعى يحمل السلاح يحمل السلاح، وفي حالة حفر الخنادق وعمل المتارس وعمل السواتر حتى لا يستغل القناص الحوثي باستهداف الشباب والمواطنين، فكان دائما شغله الشاغل بتغطية السواتر وعمل الحواجز والسواتر والطرق والخنادق حتى يسلم أفراد الجبهة وحتى يسلم المواطنين من المشي في الطرقات آمنين. حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيا إيران الحوثية بملف خزان صافر وتغيير مواقفها واستخدامها أو استخدامه كورقة لابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر والذي لم يخضع للصيانة منذ أمد بعيد. وأشار البرلمان العربي في بيان له اليوم إلى أن الخزان النفطي يواجه خطر تسريب 1,100,000 برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر. وشدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة
الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى. نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية امتلاك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن كل الصفحات المنسوبة للرئيس الدكتور رشاد العليمي والتي ظهرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع صدور إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مزورة وليست تابعة له ولا تعبر عنه، منبها من الاعتماد على أي تصريحات أو مواقف تنشرها هذه الصفحات المزورة. وأكد المصدر أن أي تصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، داعيا بهذا الشأن لعدم التعامل مع أي صفحات أو حسابات وهمية مزورة تنتحل صفة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أقامت المقاومة الشعبية بمحافظة المحويت أمسية رمضانية في مدينة مأرب بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية وحشد من أبناء المحافظة. الأمسية أثنت على تشكيل المجلس الرئاسي وأكدت مباركة أبناء محافظة المحويت لتشكيله ودعمه، ودعت قيادة الدولة وأعضاء البرلمان والشورى إلى العودة للعاصمة المؤقتة عدن لترتيب الأوضاع الاقتصادية والعسكرية وإدارة المعركة الوطنية ضد الميليشيا الحوثية لاستعادة الدولة وإنهاء سيطرة الميليشيا. كما استعرضت الأمسية الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية بحق أبناء المحويت، وأشادت بنضال أبناء المحافظة وتضحياتهم وما قدموه من شهداء وجرحى على امتداد جبهات القتال مع ميليشيا إيران الحوثية. تخلل الأمسية العديد من الكلمات والقصائد والفقرات الفنية التي دعت إلى الاصطفاف الوطني في مواجهة ميليشيا إيران. أقامت مقاومة المحويت لأبنائها أمسية رمضانية كالعادة، وهي تعتبر الأمسية السابعة من كل رمضان يقام فيه أمسية، وهذه الأمسية جاءت تزامنا مع الإعلان مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن عنه سابقا والذي نتمنى لقيادته التوفيق والسداد ورجوعهم إلى عاصمة اليمن المؤقتة عدن للقيام بواجباتهم وخدمة أبناء اليمن وخروجهم إن شاء الله بقرارات حاسمة تنهي الحرب وتنهي الانقلاب. هذه الفعالية هي واحدة من الرسائل للمجلس الرئاسي على أن أبناء محافظة المحويت مع المجلس الرئاسي قلبا وقالبا لما يخدم المصلحة العامة اليمنية ولما يعزز موقف الشرعية اليمنية أمام مواجهة ميليشيات الحوثية الإجرامية الإرهابية. نعلن تأييدنا المطلق للمجلس القيادي الرئاسي برئاسة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، راجينا لهم التوفيق والسداد في أعمالهم وتحرير ما تبقى من البلاد تحت الانقلاب الحوثي. نظم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة أمسية رمضانية حضرها عدد من قيادات السلطة المحلية في الأمانة وبعض من مدراء المكاتب التنفيذية. وعقب الإفطار بارك أمين عام المكتب التنفيذي للإصلاح عبد العزيز منصور عملية توحيد الصف الجمهوري وتوحد اليمنيين بوجه ميليشيا إيران الحوثية، مشيرا إلى أهمية ذلك في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ورحب منصور بالوكيل الأول لأمانة العاصمة عبد العزيز الجرف وكافة مدراء المكاتب التنفيذية، موضحا أن رمضان فرصة لتجديد روح الإخاء والمودة. وأكد منصور أن الإصلاح سيبقى رافدا للدولة مدافعا عن أهداف الأمة داعيا إلى الحرية والكرامة، وسيرفض التعصب بكافة ألوانه السلالي والطائفي وحتى الحزبي، ماضيا على نهجه رافعا المصلحة الوطنية الجامعة في كل الأحداث. من جانبه أشاد وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف بدور حزب الإصلاح ومواقفه الوطنية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن السلطة المحلية مستعدة للعمل مع كافة المكونات السياسية لما فيه خدمة معركة اليمنيين ضد ميليشيا الإرهابي والإمامة الحوثية الإيرانية.
أغلقت ميليشيا إيران الحوثية دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي اقتحمت دار القرآن الكريم في السلفية ونهبت محتوياته وقامت بحرق مكتبته التي تحتوي على نسخ من القرآن الكريم والعلوم الشرعية. وأشارت المصادر إلى أن قيادات متحوثة من أبناء المديرية قامت بقيادة الحملة المسلحة الحوثية للاعتداء على دار القرآن الكريم. ومنذ انقلاب ميليشيا إيران الحوثي على مؤسسات الدولة قامت بنهب وتفجير وإحراق مئات المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات. اقتحمت مجاميع مسلحة من ميليشيا إيران الحوثية بقيادة المدعو محمد الدرويش مساء أمس جامع الإيمان في حي نقم بالعاصمة المحتلة صنعاء. وقال شهود عيان إن المجاميع الحوثية المسلحة اقتحمت المسجد أثناء الصلاة ومنعوهم من أداء صلاة التراويح بالقوة، مشيرين إلى أن الاقتحام الحوثي للمسجد أصاب المصلين بغضب شديد وسط دموع الإمام والمصلين والمصليات. وقال الشهود إن المجاميع الحوثية سبق وأن قامت بالدخول خلال الأيام الماضية للمسجد ومضغ القات فيه في تدنيس متعمد للمساجد ومحاولة لابتزاز المصلين. ندد خطيب ساحة الحرية بتعز عبد الوهاب الميرابي باستمرار متاجرة ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية بمعاناة اليمنيين. وأشار خطيب الساحة إلى الوسائل التي ينتهجها الطغاة على مر العصور، منها ممارسة الحرب الاقتصادية ضد أبناء الشعب لتجويعهم كما تفعل ميليشيا إيران في اليمن. الجماعة المسلمة التي تقاتل لا تنظر إلى عدة ولا إلى عتاد، ولكنها ترى الإيمان في قلبها فتعتمد على الإيمان وعلى ما ادخره الله عز وجل في قلوب تلك الجماعة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بتلك المواجهة الحاسمة من غير أي شيء، ولذلك اليوم نلفت أنظار العالم أجمع إلى أن تلك الحرب الاقتصادية التي شنتها قريش من أجل النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تمارسه اليوم ميليشيا الحوثي من إجرام ومن تقتيل ومن مصادرة للأموال ومن حرب اقتصادية على هذا الشعب في قوة أو في إرادة لتجويع هذا الشعب. نفذ عدد من المصلين بساحة الحرية بتعز وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي تواصل قوات الاحتلال الصهيونية شن حرب الإبادة بحقهم واستمرار جرائم القتل وهدم المنازل وتدنيس المقدسات. وندد المحتجون بالصمت الدولي والعربي تجاه استمرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. عادت الأنشطة الرمضانية الثقافية إلى مدينة تعز بعد توقفها لسنوات. وتهدف المسابقات الرمضانية التي تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة إلى تشجيع الشباب وتنمية مواهبهم المختلفة. بإشراف من اللجنة الاجتماعية بمكتب الشباب والرياضة دشنت المسابقة السنوية الرمضانية الثقافية للأندية والجامعات في مدينة تعز، والتي تشمل عدة مجالات بين القرآن والأدب والتاريخ والرياضة والثقافة العامة بعد أن توقفت في السنوات الماضية. نشكر مكتب الشباب والرياضة لإحياء المسابقات الثقافية الرمضانية من جديد بعد أن توقفت السنوات. حقيقة نحن في جامعة تعز حريصين المشاركة في هذه المسابقة، كونها مسابقة نوعية في مسابقة ثقافية وقرآن كريم ومسابقة عامة، وإن شاء الله تكون في الأعوام القادمة أكثر تنظيما وأكثر ترتيبا من هذا العام.
وكنوع من إثراء الشباب وإحياء لياليهم الرمضانية يشارك 12 فريقا من مختلف المجالات في فقرات إنشادية وشعرية لأربع أيام متواصلة، كونها مسابقات محفزة للشباب الموهوبين داخل المدينة وتشجعهم وتنمي قدراتهم. ندشن المسابقة الثقافية الرمضانية السنوية التي تقام على مستوى تعز بين الأندية وجامعة تعز، التي هي يعني الفعالية السنوية والتي تقام برعاية الأستاذ نايف البكري ومحافظ المحافظة نبيل شمسان وكذا مكتب الشباب الرياضة الذين يقومون بها. وفي الوقت الذي تتسابق فيه ميليشيا إيران الإرهابية للزج بأبناء اليمن نحو الموت والهلاك، في الوقت ذاته تجري محافظة تعز سباقا ثقافيا ومعرفيا راسمة بذلك حياة تنتزعها من شراك الموت والحصار. محمد الهتار لقناة سهيل تعز. أجواء رمضانية في تعز لم يغيبها الحرب والحصار الحوثي الإرهابي على المحافظة وارتفاع الأسعار، حيث يمارس التعزيون طقوسهم الرمضانية ويحاولون في هذا الشهر الفضيل تناسي معاناتهم التي خلفتها الحرب الحوثية على المحافظة. رمضان شهر الفرحة والاستبشار والانتصار، هكذا يعرف أبناء تعز الشهر الفضيل، وتتحول حياتهم فيه كلها إلى عبادة، وخاصة وقت الأزمات والحروب كتفقد الأقارب والجيران والفقراء والمعوزين والأمراض، كون التراحم والتلاحم جزءا أصيلا من قيم اليمنيين الراسخة. رمضان دائما يأتي مع الإيجابية حقه بالنوريات الإيمانيات، الصلاة، العبادة، التذكير، ولكن هناك منغصات له، مقومات الحياة مثل المواد الغذائية، المواد الأساسية، الملابس، كساء الأطفال، ما يحتاجه الناس لأبنائهم وأطفالهم طيلة رمضان. مليح الصيام، مليح القرآن، مليح الذكر، مليح الصلاة، مليح كل شيء، مليح تمام. الخيبة ارتفاع الأسعار والوضع اللي احنا فيه بالمتردية والحاجات هذه قد تايف، يعني تخرج السوق وانت تشتري التحاجة، لا لك ولا لقوها لك ولا شيء، تروح فاضي من السوق. رمضان شهر كريم مبارك، والمفروض أن كل مسلم يستغله استغلالا تاما في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الحصول على الثواب الكبير، لأنه شهر كريم أكرمنا الله فيه بالشهور والأيام المباركة، خاصة ليلة القدر. تستمر الحياة بشكل طبيعي في مدينة تعز، ويصبح استغلال الأوقات أولوية عند الجميع، والعيش مع العبادة أكبر وقت ممكن، والحياة في رحاب المساجد والجوامع وخاصة الأثرية منها، والتوجه للخالق بخشوع وتفكر وتأمل رغم المعاناة التي سببها حصار الحوثيين لمدينتهم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيها، لكن الأمل لم يمت عندهم لأن إيمانهم بالله يمنعهم من القنوط. لو تكتمل الفرحة لافتتاح المعابر، لو رخصوا الأسعار، يعني يعيش المؤمن المسلم يعني معاه مش طلبات ولا شيء، يتفرغ للعبادة. لكن الآن لما يكون غلاء الناس يا اللهم يتكاردوا بعد لقمة العيش. الناس طيبين، واللي نغيص بذا الأسعار، وكل يوم برغم نسمع نحن في وديعة وفي كذا في أخبار، بس الواقع ما فيش من يلمس بالواقع. رمضان نعيش بأجواء إيمانية، والمنغصات غلاء المعيشة وعدم استقرار الأسعار والوضع الاقتصادي المريدي وعدم صرف المرتبات التي يعاني منها اليمن عموما وابناء تعز خصوصا. المناطق المحررة منذ عدة أشهر لم يستلم الرواتب عقام الجيش والأمن والقطاع المدني. أجواء إيمانية تعبدية فرائحية بالشهر الفضيل لا ينغصها إلا استمرار حصار الحوثي وارتفاع الأسعار ومواصلة استهداف المدنيين وغياب أفق انتهاء الحرب وعودة السلام إلى الوطن، هكذا يقول المواطنون. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة أكثر من 1500 سلة غذائية للنازحين والأشد فقراً، ويأتي هذا التوزيع ضمن مشروع سلة إطعام في اليمن للعام 2022 التي تنفذه جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية،
وأشادت السلطة المحلية في بيحان وعسيلان بهذا الدعم الذي سيخفف من معاناة المئات من الأسر، لا سيما مع الوضع الاقتصادي المتردي، شاكرين المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان على جهودهم المتواصلة. نحن من أبناء مدينة بيحان نشكر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية لدعمها السخي لهذه المديرية وتدشين مشروع السلة الغذائية، سلة إطعام في اليمن، فنقول لهم يعني شكرا جزيلا على جهودهم التي يعني يبذلونها ويقفون مع الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة. لا شك أن هذه السلة يعني ستخفف من يعني أعباء الأسر، لأن كثير من الناس لا يجد يعني القوت الضروري نتيجة الغلاء المعيشي، فهذه ستسهم كثيرا في الأسر المحتاجة التي يعني ليس لها دخل والمعاقين والأيتام. اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها جمعية الحكمة اليمنية الخيرية. المسابقة نظمت بدعم من وزارتي الأوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعمل، وشارك فيها 100 متسابق انتقل منهم للتصفيات النهائية، 25 متسابقا فاز منهم 5 متسابقون بجائزة المسابقة، وهي رحلة عمرة للأراضي المقدسة مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. وأكد الأمين العام لجمعية الحكمة اليمنية الخيرية المهندس محمد عبد الواسع أن الجمعية وبالتعاون مع الجهات المختصة تعمل على تبني نهج الوسطية المعتدل بعيدا عن الغلو، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد لإقامة الحفل الخامس بجائزة الحج لبيت الله الحرام. توج لاعب الكاراتي في وحدة عدن بالمركز الأول في ختام منافسات البطولة الرمضانية للفئات العمرية بالأندية التي نظمها فرع اللعبة بعدن برعاية الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن. واستطاع فريق وحدة عدن إحراز المركز الأول في محل الشرارة لحج ثانيا والميناء ثالثا. وشهدت منافسات البطولة نزالات تنافسية قوية أظهر من خلالها لاعب الفرق المشاركة مستويات وقدرات جيدة، وسط حضور لجمهور كبير من عشاق ومحبي رياضة الكاراتيه بالعاصمة عدن. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز وحدة عدن بالمركز الأول بحصده 4 ذهبيات وفضية، وفريق الشرارة لحج بالمركز الثاني بعد أن حصد لاعبوه ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، في حين حل فريق كاراتيه الميناء ثالثا بثلاث فضيات وبرونزية. وفي ختام منافسات البطولة جرى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئات الوزنية بالميداليات والجوائز المالية، وكما جرى تكريم كل المشاركين في إنجاح الفعالية. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. استمرار الخروقات الحوثية للهدنة والجيش الوطني يحبط أكثر من 8 محاولات تسلل. مقاومة المحويت تبارك تشكيل المجلس الرئاسي وتدعو إلى عودة مؤسسات الدولة إلى عدن. ميليشيا الإرهاب الحوثية تغلق دار القرآن الكريم في السلفية بمحافظة ريما عقب اقتحامه وحرق مكتبته. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.